هلو جايز، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بصحه وعافيه. اليوم حابه اتكلم معاكم عن سيلويت كولكشن، اهم مميزات القطع اللي فيه، فين ممكن تلبسوها وكيف ممكن تلبسوها. زي ما انتم شايفين كله عباره عن طرح سوداء او قطع سوداء بس فيها تويست. اول قطعه حابه اتكلم عنها هي قطعه اميرلد اللي انا لبستها اليوم. تيجي معاها طرحة بنفس الديزاين والألوان في الإدجز اللي هي gold and black print. وطبعا بإمكانكم لبس هذه الهيد بيس لوحدها لأنها تغطي الراس كاملة، أو بإمكانكم لبسها مع السكارف. الهيد بيس انه خفيفة جدا، قماشتها تتلبس صيفا شتاء، وفيها كمان من الخلف مطاط فبإمكانك ترخيها او تشديها على كيفك. فين ممكن تتلبس؟ بإمكانك لبسها مع عباياتك السوداء السادة، بتضيف حركة وتتشف إليجنس على العباية. وكمان بإمكانك لبسها على الفساتين السادة او المعرقة على حسب الالوان اللي تليق معها. مثلا اليوم انا لابسة زيتي، فالجولد يليق مع الزيتي. القطعة الثانية اللي أنا حابة أتكلم عنها اليوم هي سموكي كوارتز، ومن الطرح الحقيقي مناسبة جدا لجميع الأعمار. هذه الطرحة مميزاتها إنه تجي نص بوال ونص تول منقط. مميزات هذه الطرحة إنها تثبت على الرأس وخفيفة وتعطيكي مظهر جداً أنثوي. وإذا كنت من محبين التوربنز تقدر تلفيها بطريقة التوربن وثابتة جداً حتكون على الرأس. ثالث قطعة حابة أتكلم عنها هي طرحة سنو فليك، والأكثر مبيعا في هذا الكولكشن. عبارة عن بولكا دوت شيفون، وتيجي منها قطعة تانية عبارة عن نص ليزر ونص بولكا دوت. للناس اللي تحب أكثر البساطة فهذه is a perfect choice. حلاوة هذا الطرح أنك ممكن تلبسيها مع ألوان فاقعة تصير تهدي الأوتفيت تبعك، وبرضو ممكن تلبسيها صيفا أو شتاء. فين ممكن تلبسيها؟ ممكن تلبسيها على عزايم، ممكن تلبسيها مع عباياتك، أو ممكن تلبسيها مع أوتفيت بسيط وناعم. هذه القطعة is my favorite piece لأنه مناسبة جدا for weddings and night events. حلاوتها إنك تقدر تلبسيها لوحدها وكمان مع السكارف تبعها. طبعا بامكانك اضافة اكسسوار كالحلقان الطويلة السيلفر او الجولد مع هذه الهبة. ليش هذه الطرحة is a perfect choice for weddings؟ لانه دايما المحجبات يحتاروا ايش يحطوا على راسهم او يلفوا الطرحة بطريقة جديدة في الاعراس مع فساتين السهرة المشكوكة او حتى البسيطة. فهاتي الهيد بيس حتعطيكي مظهر جديد وعصري وغير مألوف عن العادة. هذه الهيد بيس تيجي منها نوعين، السادة من قدام او الاوفرلابت زي هذه الهيد بيس. طبعا بامكانهم المحجبات والغير محجبات يلبسوها. لاست بات نوت ليست، انا احب اني اتشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم بفيديوهات ثانيه.